تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1439 مع إخوان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة. أعرب جلالته أيده الله فيها عن أطيب تهنئة وخالص تمنياته لهم بموفر الصحة والسعادة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على دول وشعوب مجلس التعاون الشقيقة بوفر الخير واليمن والبركات. كما تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى برقيات التهنئة مع إخوان أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية. ضمنها جلالته خالص التهنئة وأطيب تمنياته لهم بهذه المناسبة الجليلة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيدها عليهم بدوام الصحة والسعادة وعلى بلدانهم وشعوبهم الشقيقة بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمة العربية والإسلامية بالعزة والمنعة والسؤدد.